حزب التحالف ومصر الأم، ائتلاف من أجل مصر، وحركات ليبراليو 25 يناير وحماية وشباب مصر الحر اجتمعت هنا لتعلن انضوائها تحت راية حزب الجبهة الديمقراطية في تكتل هو الأول من نوعه في مصر بعد الثورة، ظل له شعار المشروع المصري. القوى الأخرى سعت إلى الاندماج في الحزب حتى يمكن أن نصل إلى كيان كبير، كيان ديمقراطي، كيان ليبرالي يمثل ثقل في الحياة السياسية المصرية المستقبلية. احنا مستمرين في تأسيس الحزب ومستمرين في التحالف مع أي تيار وقوى مدنية علشان خاطر نحافظ على مصر وعلى مصر المدنية. احنا نبتدي نتوجه ناحية العمل الحزبي واستهداف ان احنا يكون لنا سلطة حقيقية وتأثير حقيقي داخل مجلس الشعب لتمثيل الدولة المدنية والفكر الليبرالي. سيساعد دعنا نقول في إحداث عملية توازن وفي طرح رؤى سياسية قابلة للتنفيذ وتوجيه رسائل بأن المجتمع المصري في هذا التوقيت في حاجة إلى توافقات كبرى قبل أن يدخل في يعني دائرة الصراع والانقسام السياسي. المشروع المصري تصور مشترك للتكتل الجديد سيشكل برنامج الانتخابي لمرشحي الحزب للبرلمان والرئاسة، فيما خبراء يتساءلون عن فرص تحقيق التكتل التوافق التام على هذا البرنامج وتغليب المصلحة الجمعية على الأخرى الفردية. هي برامج إما ليبرالية أو ديمقراطية اجتماعية، في تقارب كبير جدا، يعني يمكن الاختلافات في أمور طفيفة مش بتاعت المرحلة دي. ووصلنا لصيغة مذكرة تفاهم ارتضاها الجميع أنه يعمل تحتها تحت مظلتها، وبالتالي أزلنا كل العقبات وأزلنا أي مشكلة ممكن تواجه التحالف. يرى البعض أن التكتل الجديد هو إعادة تموضع لحزب الجبهة الديمقراطية على خريطة البلاد السياسية، فيما يذهب آخرون إلى أنه محاولة من الحزب والحركات المنضمة إليه الحصول على حصة مناسبة في البرلمان القادم لتأكد عدم قدرتهم المنافسة منفردين في المشهد الانتخابي. إذا كانت هناك أحزاب صغيرة تجد أنه من الأفضل لا أن تندمج، فهذا هو السلوك الطبيعي والمنطقي والمشروع يعني. ونحن فرضت علينا انتخابات قريبة، فالتكتل أصبح أمر ضروري خصوصا مع وجود قوائم نسبية في الانتخابات. سنبذل قصارى جهدنا أن احنا نضم طبعا أحزاب وحركات أخرى إلى هذا الائتلاف، وأيضا أن نعمل على تقويض بقى رأسيا، أن نقوي كل حزب وكل حركة وكل طيار ان هو يعمل على جذب المرشحين وتأهيل المرشحين بحيث ان هم يخوضوا الانتخابات القادمة ونحصل ان شاء الله على النتيجة مشاركة. اناقش هذا الموضوع مع ضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي بالأهرام الاستاذ عبد الجواد علي. استاذ عبد الجواد، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اولا يعني بما تفسر هذا التكتل؟ اعتقد ان هذا التكتل امر طبيعي وضروري بعد التفاعلات التي حدثت بعد ثورة 25 يناير. ظهرت تكتلات حزبية أو طائفية أو مجموعات شبابية أو أحزاب قديمة، فأصبح في نوع من الفسيفساء في على الخريطة السياسية الحزبية في مصر. يعني مسألة التعددية التي حدثت حتى داخل التيار الواحد، التيار له أكثر من حزب يحمل نفس النهج، ترى أنه كان شيئا سلبيا وليس إيجابيا كما كان يعتقد البعض في البداية. بالضبط كده. بالضبط هذا. بالإضافة إلى هذا، فهناك بعض القوى السياسية على الساحة وجد الأحزاب الصغيرة أنها قوة تمثل خطر بالنسبة لها، يعني في عندما تدخل الانتخابات البرلمانية، فأصبح مواجهة هذه القوة مثل الإخوان المسلمين يحتاج إلى تكتل حزبي أو تكتل من الأحزاب الصغيرة، وهذا التكتل سيساعد على مواجهة التيارات الأخرى الأقوى على الساحة السياسية عندما يحين موعد الانتخابات البرلمانية. طيب، مع إعلان حتى بشكل شبه رسمي أو ربما حتى تخمينات يعني تأتي بأن الإخوان المسلمين كحزب الحرية والعدالة بيحاول اندماج مع بعض الأحزاب والتيارات ذات النهج السلفي، هل ترى بأن تكتل التيار الإسلامي هذا ربما سيدفع باقي التيارات للتكتل؟ سنرى على غرار هذا تكتل الليبرالي تكتلات عربية وقومية وناصرية وحتى يسارية؟ لا، هو ممكن بيحصل حاجة يعني لعبة سياسية على سبيل المثال بين التيار الإسلامي، يوزعوا نفسهم بحيث أن هم التيار السلفي أو الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية
ينزلوا الساحة بحيث أن كل تيار ينزل لوحده يعني منفصل، وفي النهاية عندما يفوز كل واحد منهم في الانتخابات البرلمانية ممكن يشكلوا بقى تكتل داخل البرلمان وتجمع علشان ياخدوا الأغلبية داخل البرلمان وكلهم تشكيل الحكومة أو كده. لكن ألا تعتقد أن هذا التشكيل هذا التحالف أو التكتل سيكون قبل الانتخابات بحيث ستكون الدعم لمرشح الإخوان مثلا؟ لا، أنا من وجهة نظري أنا الشخصية هذا التكتل سيكون بعد الانتخابات، بعد وليس قبل، وليس قبل، على الرغم من أن الاستعدادات تبدأ من الآن سواء على الجبهة الليبرالية أو الجبهة بالتيار الإسلامي. أنا بعتقد أن هذا التكتل هيكون بعد الانتخابات لأن كل تيار حاول أنه يجتهد بذاته وفي النهاية هيتكتلوا ويشكلوا تكتل داخل البرلمان. طيب لو هل من الممكن أن نرى مثلا حزب كحزب الغد والوفد وهي تيارات ليبرالية، هل نراها في يوم من الأيام سوف تندمج قبل الانتخابات، ولا نقول عفوا نندمج ولا تتكتل أو تتآلف مع حزب الجبهة وما به من تيارات شهدناها وهي تتكتل اليوم؟ هل تتوقع هذا الشكل لكي يكونوا جبهة ليبرالية موحدة؟ أعتقد أن هم هذا الاتجاه الليبرالي ممكن يعمل جبهة واحدة قبل الانتخابات. تتوقع؟ أتوقع أنه ممكن يعملوا الانتخابات. ليه؟ علشان يحصلوا على النسبة مناسبة داخل البرلمان، لأن التكتل قبل الانتخابات هيساعدهم أن هم يحققوا هذا المطلوب، هذا المطلوب في الحصول على مقاعد البرلمان. يعني ترى على سبيل المثال ما ينشر في بعض الصحف من توقعات أن الإخوان سيحصلوا على 65% من حجم البرلمان، وهذا ممكن، والتيار السلفي وهذا مبالغ فيه سيحصل على 25% أو حتى 20%، والآخرين سيحصلوا على 15% فقط، ما يدفعهم إلى مزيد من التكتل. ومن أدرك بأن هذه الأرقام ممكن تتحقق؟ لا تتحقق؟ لا ما أعتقدش أن هذه الأرقام ممكن تتحقق. يعني ليه بقى؟ لأن الفيصل في النهاية في الانتخابات رجل الشارع، رجل اللي هو الناخب نفسه. ولكن وفقا للاستفتاء فإن التيارات سواء الإخوان أو التيار السلفي استطاع أن يحشد حجم كبير، هم لديهم أو أقل منه قليلا، هم لديهم القدرة على هذا. نعم، لا ننكر هذا أن التيار السلفي أو التيار لأنه بيغلب عليه الشعور الديني، وإحنا طبعا شعب عاطفي دينيا فبنستجيب لهذا الاتجاه يعني. لكن أعتقد أن نسبة الوعي بقت عالية جدا دلوقتي من الشباب، ودخول الانتخابات دلوقتي بقى أصبحش بالقوام الانتخابية القديمة. لا، ده الرقم القومي دلوقتي، فأصبح المجال أوسع. أشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي بالأهرام الأستاذ عبد الجواد علي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.